يطلع. خلينا نشوف هجمة سموحة الأول. محمود وحيد ماكينة العرضيات في الشوط الثاني، يلعب الكرة العرضية والهدف الأول، والهدف الأول. الموج عالي، الموج عالي لصالح نادي سموحة، والموج في الآخر يؤتي بثماره بهدف أول من ماكينة العرضيات. محمود وحيد عمل يا راجل ثلاث أربع عرضيات، اتعملت ثلاث أربع مرات، والعرضية في الأخير اتلعبت بسرعة من أحمد حكم لحسين فيصل. قلت لكم غير الماتش حسين فيصل واسلام جابر، غيروا الماتش. حلوه 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 العرضيه والراسيه المره دي، صبحي ما يلحقهاش، تتلعب شومه في المرمى من فادي فريد، تاخد ايد محمد صبحي وتخش بهدف هيحل اللقاء، هيحل الوقت المتبقي من